هلو فرند، نبداو الاستوار لبيزود 5. ايوب بقى شادة وما جاو لي غاردكو، كانوا غير على سبا، ما كانوش قدام الباب، كانوا دوك الراقيصات بحال تقولوا لك دخل الحمام ماشي بحال خروجو، تخليوك تدخل تيزينو لك الدخله ملي كتدخل ما تيبانو لك لي غاردكو راه لك كحصا. خرجوا بحال الفيران من الغيران، شتو بحال هكا دزو عليه الكرش ضربوا شي جوج ضربات صافي مخرجينو، وانا ما كنتش معاه، جاو قالوا لي سير معاه، ما ضربوني ما والو حتى انا ما درت لا شغب لا حتى شي حاجه. خرجنا لبرا، يلا خرجت بالي ايوب عند الباب قال سايت قيا ديك الضربه اللي زواتو دورت لي الماكله كامله ديال النهار في راسو، ولا شي ردها دابا. واش هو يا اخي بنادم تيشوف فيه باينه فيها اول مره غادي يشرب ولا اول مره غادي يدخل شي بوا. زيتو حطيت لي يدو على كتفي وبقيت غادي انا وياه. بعدنا من تما مشينا لواحد البلاصه دايره بحال السقايه فواحد الجريده، غسلت ليه وجهو هذا خليته تا يجلس، انا بقيت شاد راسي ما عرفتش علاش ما دخلتش بحالو، ريحنا تما صافي بقينا مريحين و تيدوز الوقت. ما عليا ما بيا قالت كنشوف السما و تنقوله ها هي الدنيا شوف فين وصلنا. ولكن ماشي مشكل، هادي غير مره وحده في تقريبا تقول في العام تتفرح بشحال من حاجه درتيها، زعما كتحتفل وصافي. ودابا علاش محتفلين الله اعلم، يمكن احتفلنا حيت جينا. تيصوني ليا التليفون، هو زيد تليفوني المراه ما كنعرفهاش. الو الو قلت لي معك اليسيا، قلت لي انت اللي كنتي في المطعم وكذا، قلت لي هي انا راني خرجت، نتوما مازال هنا ولا مشيتو؟ قلت لي مازال هنايا، عطيتها اللوكاليزاسيون ديالي فين كاين انا، قلت لي واحد الساعه ونجي عندك غادي نبدل وانت مجايه عندك، باش مازال بحوايج المطعم. قلت لي واخا، قطعت درت التليفون في جيبي بديت تنفكر المشكله هادي شنو غادي ندير مع ايوب. بوا هنايا سكران، قلت ماشي مشكل اصلا عادي ممكن تشوفو التيلطار نبقى غير انا وياه ممكن. صافي جات عاود تصوني ليا، الو الو قلت لي راني في ديك الجرده اللي حدا الباركينغ، قلت لي واخا راني جايه، حتى كتبان لي جايه شي رت عليها. جات جلست حدا انا، قلت لي مال ايوب، قلت لي ها راه شرب بزاف و صافي خونا غيب ما كان البنك كامل شنو طرا مع لي كارد كور في داك البواط. بدات تتموج بالضحك، قلت لي باينه انت لي اول مره غادي تشرب، علاش هادي ماشي حاله واحده مولف كيشرب، المولف كيشرب كيعرف شنو كيدير، علاش ما كيبغيش يتعرض لهاد الشوه هذا. وعاد قلت بديتي كترد قدام البار. كنا راه صوروك دابا تقراتك في الطوندونس ديال اسبانيا تي بحال والو، حتى الغدا ونقلبو ونشوف خونا والو شي يشوف فينا وجات تحس بيه كاع ما معانا. ما بقيتش كنهضر معاها، قلت لي عاودي لي عليك السيده عايشه بوحدها يتيمه ما عندها خوت، والديها ماتوا كانت رباتها غير جداتها، يعني ما عقلاش على والديها، جداتها اللي كانت مربياها حتى دارت ديك 20 عام تقريبا هي تمو جداتها، ماشي بزاف دابا شي عام وشي شهور باش جداتها مات. رحمت لي على جداتها، قلت لها دابا مع من عايشه؟ قلت لي عايشه في دار جداتي، اصلا داكشي كامل خديته انا، ما كاين حتى شي واحد في العائله. جداتي عطاها الله بنت وحده لي الوالده، وش سبحان الله الوالده عطاها الله بنت وحده لي انا، داكشي ويراتي ونلوح ليها بالضحك، وربي عطاك انا وغنولدو كثر من بنت. وهي ضحكت واحد الضحكه بحال عجبها الحال، بديت نشوف فيها يا السيده شادي نقول لكم، ما عندي ما نقول لكم، راه باينه زوينه زهره وعينيها زهره، يعني ما كاين ما يتعب فيها، اي واحد غيشوفها غادي تعجبو. مي انا عقلي بعيد على هادشي، باغي غير نخدم باغي غير نخرج الاورو من تما. المهم قلت لي نركب ركب نوصلكم عندي للدار، قلت لها ما نقدرش غدا خدام، قلت لها ما تقدرش تشد غدا روبو، قلت لها لا ما نقدرش، قلت لها واخا نقول لي فين خدام نوصلك، قلت لها بلا ما نعذبك، قلت لها والله تنوصلك. ايوب عاد فاق من القلب قال لها وصلينا وصلينا. قالها بالدارجه ما فهمت والو، قلت لها شنو قال؟ قلت لها والو تعيط على امو سميت امو هذيك. صافي ركبنا معاها هنا غاديين و تنهضرو تعرفنا مزيان تا وصلاتنا، قلتينا بسلامة سلمت علينا من الوجه، مشينا ريحنا حطيت ايوب في بيت بوحدو وانا بعدت عليه نمشي صدق رد عليا ولا شي حاجة.
لغت لي الصباح فايقين كيف العادة أيوب شوية ولا صافا مشينا كنخدمو عادي. تجي لينا داك الجزائري تقول لينا تكلمو الخافيير أو مالو هذا مشينا عندو البيرو قال لينا جلسو جلسنا عرفت علاش ما يطلع لكم قلنا ليه لا قلنا شو هاللي درتو البارح قلنا شنو درنا وفي خباركم والو سرق قلبو في الصحافة قلبو في لي جورنال ما كتشوفوش يوتيوب ولا كيفاش قلنا ليش نطرا واش بدلينا الجورنال وقلنا نقرا مصوريني انا وايوب وشاتو خونا كيتقيا قدام البواط مهزالة صافي الجاية تغيب غطلها علينا وصافي كاتبين شباب في الأنحاء بواسطة مواطنين في حالة سكر وياليش كنا بعدا غير مواطنين إسبانيين بعدا عادي سمونا إسبانيين على والو وجبت لنا تليفونه وهذا بوست فيسبوك فيديو تقريبا تكون فيه شي 12 ثانية بأيوب تيتقية عشاكم والتحت قال لي كيسبنا وقال لي شي يضحك يعني بنادم اللي يقول هادو بينا ماشي من هنا بينا من الحراقة انا عارفش بالله كاين شي وحدين حاقدين على العرب ماشي العرب بصفة عامة حاقدين على الحراقة عنصريين بهذا المعنى هذا هو يقول لينا خافيير ماشي شفتوني انا ظريف غادي تقولو كل شي ظريف لا انا تقريبا 80% كل شي ظريف وعادي وبيس مي هادوك اللي بقاو كتلقاهم عنصريين لدرجة يقدر يقتلك لا تلاقى معاك في زنقة خاوية وعرفك عربي ولا لا عرفك مسلم أو لا عرفك ماشي ولد بلادو مهم ردو البال متبقاوش ديرو في حالات ديال الدراري الصغار دايجا قلت ليكم إلا احتاجيتو شي حاجة عيطو ليا دابا نتوما غي طلعو بيكم الوقت وصافي غادي دوزو قيتا وغادي تنساو أصلا وجهكم ما باينش التصويرة اللي جات في الجريدة كان أيوب متحني حاط يدي على ركابي وقالس كيرد وتا انا متحني وحاط يدي على ظهره ما عرفش شنو كنت كندير زعما كان واسي باش يرد اكثر ولا كيفاش طلبنا السماحه ورجعنا للخدمه سال النهار رجعت في حالي دوزت ايوب مشى البيت الاخر صافي شتي التليفون وانت فكر اليسيا دخلت مرتها صيفط لها ميساج لقيتها حاله قلت لها لقيتيني يلاه جيت للدار انا كنهضروا مني منك كدا تنزيد نعرفها قلت لي يا الا مسالي نديرو شي خريجه قلت لي اها قلت لي انت قلت لي من غدا الا بغيتي ولا كنتي مسالي قلت لي واخا دابا نشوف مع مولف كنزيد السوايع يمكن نقدر نقصو غدا ونتلاقاو قلت لي صافي ما تبقاش تهلك راسك بالخدمه حتى هادشي غادي ياثر عليك في القدام وانت عاد ديجا قلت لي كتخدم في داكشي ديال الفلاحه يعني راه غادي ياثر على ظهرك واحد الراس ديك الساعه جاي يقول لي شوف بنت الناس شوف كيفاش كتعاملك شد فيها راه هي اللي هي الحل بهاد الهضره هادي راه هي الحل ادي لك ورقاتك سيده ضربها بورقه صحيحه ما عرفتش علاش خدامه تما هاد السؤال مازال ما سولتو ليها سيده بفلوس على ما قالت ليا عندها دار عندها الطوموبيل وخلات ليها اجدها فلوس النيت وعايشه بوحدها يعني ما معها حتى واحد ناقصها انا صافي درنا غدا غادي نتلاقاو تقريبا حدا المطعم ديالها ما تكون خارجه نمشيو صافي ساليت حطيت داك التليفون وضربت بنعسه لغت ليه فايق ناشط مزيكا فودنيه كدا بدلت حوايجي وغادي تنخدم اول ما ناشط وجهي ما غسلتوش ساليت الخدمه درت بوز مع 11 غسلت وجهي قصيت ورجعت كملت وعطي لي فور باش نسالي شويه بكري مع ساليت رجعت نضرب شي دويجه دويت مع ايوب قال لي فين غادي قلت لي غادي نتلاقى باختنا قال لي شكون هادي قلت لي حنا شحال من بنت عرفنا ملي جينا لهنا قال لي غادي نتلاقى باللي خدامه في داك الريستو قلت لي اه قال لي انا مرتي مازال عندها واقيله ما صيفطات لي والو انا قلت لي المهم حتى نعطيك نمرتها قال لي ماشي مشكل حتى انت قال لي عجباتك صافي اسرقدي هاي خليني انا بعيد خليني في التيساع قلت لي صافي قلت لي شنو غادير انت قال لي والو ما بقاش هاد التليفون وصافي مزك قصيرك عارف ما كاين ما يدار نقدر نشط مع الدراري اللي خدامين معانا قلت لي صافي قلت لي منا تعرف فيهم واش تحت راسهم كل ما عرف شي بنادم كل ما عرف شي ثقافه جديده قال لي وداك الشيء قلت لي يلاه تهلا مشيت عند خافيير قلت لي راه بغيت نمشي للبلاصه الفلانيه
هذا السما ما كانش ترانسبار في ديك المزرعه اللي يتسنى. سونال الجزائري قال لي يوصلني. قلت له واش يوصلني الجزائري؟ قال لي غادي يوصلك ويرجع. ولا بغيتي يجي يجيبك صوني ليا. قلت له صافي. يا ديك وصلني تما، وصلت قبل الوقت. مشيت نيسان قصد راستو فين خدامه، جلست وهي كانت كتهضر مع هذاك خينا اللي كاين تما اللي كاين في الكاس. واش يضحكوا؟ انا شفت البلان في الاول ما عجبنيش الحال، بديت تنقول عادي اش بيني وبينه. ما شافني ضربت ديك الضحكه طويله وزوينه وهي تم جايه قاصداني. قلت ليش نحب الخاطر؟ قلت ليها تقرأت المعافاك واش جلسي. بديت نتعنب عليها تما في الريستو، بدات تضحك ونسيت الخدمه. جات لي شي لعيبه نقصيها، قلت ليها في الاخر جيبي لي اللي بغيتي، شي حاجه كتعجبك جيبها لي ناكلها غير تكون حلال. جابت لي نقصي حطاتها، بديت كناكل صافي. مع ساليت جا واحد خينا جمع الطابله مسهل الامور. قلت واش غتسالي دابا نزيد نتسنى ولا مازال؟ قلت لا صافي انا غادي خارجه، ما صافي غنخرج بكري. قلت لها ويلي علاش ما يدوي معك شي واحد؟ قلت لها لا تنخرج ونعاود ليك. صافي خرجت برا بقيت تنتسنى. بدلات جات خارجه سيده وتبدلت 360 درجه، جاية خارجة لابسة مزيان وطلقت شعرها تقول تكدب عينيك تقول واش كانت خدامة أنا. عاد كانت دابا لابسة حوايج ديال الآخر وحازمة شعرها دايرة عليه شفنجة ولا معرفتش شنو تيقولو ليها. دابا طالقة شعرها وداكشي تقاد والعكر. بقيت حال فمي أنا. قلت لها يلا نمشيو. فين فين غادي نمشيو؟ قلت لها أنا اللي خصني نقولها ليك وأنا جديد ما كنعرفش شي حاجة. قلت لها صافي عرفت اول مواعيد شنو خصني فين نمشيو، عارفين غادي نمشيو في اول مواعيد. قلت يلا معايا. ركبنا في الطوموبيل ديالها وعندها اودي اطروه مازال جديده. ركبت معاها بقينا غاديين وكنهضروا. قلت ليها حقا قلت لي بلا تنخرجوا نعاود ليك على الريستو خرجتي بكري ما بكري. قلت ليها هذاك ديالي هذاك. قالت بواحد الطريقه بارده يعني بحال هذاك الريستو شي حاجه عاديه وداك الريستو عمرو شي خوه وناضي ديزاين كي داير وكبير الناس فين واصله وكتعامل بواحد التواضع. قلت شنو؟ قلت لها ريستو ديالي. قلت لها علاش خدامه في داك البوست؟ قلت لي تزيدين المال تنريح في الدار ما تلقى ما يدار ولا جلس في الكاس. قلت لي انا تنبغي نضحك تنبغي هذا يعني تما كنجي نقدم الاوردر للناس نضحك معاهم صافي ودايز نهاري نشاط وضحك وصافي. انت عارف انا بوحدي وما عندي صحابات يعني صحابات غابيده كيف ما كيقولوا اكل ما وصافي. انا بقيت غير حالف امي ان امي انا اللي خدام في ديك الفلاحه ديال المرض. قلت لها بغيتي زعما تريح تخدم؟ مرحبا. قلت لها ما نقدرش اصلا تنعرف ندير والو في هذا الشيء هذا. قلت لها عادي تعلم. قلت لها لا ما نقدرش عاوتاني الاخر السيد خير وسابق. في نفسي ما كرهتش نمشي ولكني تتبقى فيا النفس ديال الرجال. سيد دار معايا المزيان ودير لي الوراق وهذا ماشي شفت بنت واخا حتى هي دار لي الوراق وكذا ما كنساش خير عباد الله. غنبقى معاه تنكمل ديك الموتة ونقدر نطول معاه ونبقى غير معاه. اما باش نجي شفت بنت ونتقلب عليه ما جاتش. ما تنساش شكون نعاونك في الاول وهذه نصيحه لكاع الناس. توصلنا لباركاج الطوموبيل تنخرجوا في حركه تنبدا نحس بالبرد. انا ما فهمتها شي حاجه حتى شفت البرد. قلت واحد جاكيطه في الكوفر مغيه كتبان ديال البنات اللي بغيتي تلبسها. قلت لها لا ماشي مشكل. قلت لي شنو حشمتي زعما؟ قلت لي واخا انا غادي نلبسها و الا جاك البرد غادي نعطيها لك ملي نكونو بوحدنا يعني ما يشوفك حتى واحد ديك الساعه صافي مزيانه هادي. قلت لها ولي بالك انا بعدا ما غاديش نلبسها وكنعرف المرض. قلت لي واخا واخا ازيد غادي نفعل هكا. طلعنا واحد طلعه ديال واحد الشانطي عاد كيبان لي راه البحر تما. ما كانش باركاج الطوموبيل قبل وكانوا قدامنا شي فيلات ما بينش البحر. قلت نقول انا منين جاي هاد البرد هذا. صافي بقينا كنتمشاو في الرملة تما وكنهضرو هضرة مني هضرة منك كدا. بدات تسولني على حياتي في المغرب. عاودت ليا وما غير على سبا سيدة بانو ليا عينيها غرغرة. قلت ليا والديك غادي يكونو توحشوك. قلت ليا ويا تا انا توحشتهم. قلت ليا مكرهتش كون كان والديا معايا تا انا اللي نتوحشهم. انا توحشتهم ماشي متوحشتهمش ما نتوحشهم ونكون عارف راسي غادي نشوفهم. قلت ليا ما تقوليش هكدا واه الله يرحمهم ما خصكش تعزني على فراقهم واه غيبقى في كل حاله تبقى بلاصتهم ما هذه الدنيا
بالعكس أم أحسن، شوفيهم كيتعذبوا في الدنيا ولا عايشين بخير في الآخرة. مهم ما رقيت ما نقول ليها وانا نعنق، صافي عنق قلت ليها صافي هذه الحياة، كيمشي وناس وكيجي وناس تقدر قد انا ما نبقاش وتقول لي عاد كنت مع البارح صافي انفو عنق شاف حلا بركش على البوطونة ويش بدأت تبكي صافي بدأت تبكي وجدت نخصص تما صافي مع النقو كلها بلا رفع راسه بدأت تسكت ويتشوف فيها وبدأت تضحك وتظن قاش معك انت تبكي وتضحك ويتظنك يا مالك واش سطيتي قلت قرب نقول لك فنك قربت راسي على نيتي ويجي بوسني في حنكي ويدور رجع ويتشت لي في يدي وقلت يلا نتمشاو انا هادشي جديد عليا ما مولفوش هادشي جاني مجهد انا تبلانطيت في بلاصتي ولا تزراني وانا غا حلف امي ناري امي مشيت تاني لهادشي انا خليني في المغرب هادشي صعيب عليا تمشينا وكدا يعني بحال تقولوا ديفلوبات العلاقه ديالنا طورات قلت فينا تمشي دابا باش تمينا راجعين قلت فينا تمشي دابا هادشي المزرعه ولا فين قلت لها نمشي المزرعه قلت شوف يلا معايا للدار وغدا في الصباح نوصلك المزرعه اصلا كيف قلت لك الريستورون ديالي نقدر نجي ليه حتى العشيه ما عنديش مشكل اصلا داك اللي مسح الطابله راه خدمته يعني تيكونوا ثلاثه اربعه انا كنجي كنبقى نخليهم يرتاحوا شويه وما نتوما راه هي ما انتوما ما تنقصاش ليهم قلت ليها واش غادي نقول لك ما بغيتش نعذبك قلت ليها غا يلا انت باين عيان اليوم ويلا جلس معايا اليوم ونتعشاو بجوج ونديرو شي فيلم ونتفرجوا قلت ليها واخا صافي ما بغيتش نخسر لك خاطرك قلت ليها هكاك نبغيك ما تخسرش لي خاطري وانا ما غاديش نخسر لك خاطرك وانا غادي زعما على نيتي صافيه يعني غادي نتعشاو ونتفرجوا والناسو ماشي شي حاجه زايده ما مشيش نتوما بالكم بعيد ماشي شي حاجه صافي مع دخلنا لواحد الزنيقه فيها الثقيل غير لي زابارتمون الثقيل وبنادم ما كاينش حس الصداع صافي هبطت الطوموبيل لاكاب كاين واحد سانسور في لاكاب تما طلعنا الطاج العاشر باينة عليكم شي فيو ناضي حلات لابارتمون ديالها دخلنا ما دخلش هي بقات على الباب قلت زيد دخل دخلت شتات الباب وهي طارية تشوف فيا كتشوف فيا كنقول شنو مالها هادي وهي دفعتني لداخل جات هي السبر ديالتها وانا بقيت غير مصدوم كنقول شنو غادي دير تهلاو شنو نكملو الاستوار Peace.